اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا بغينا نهضروا على بعض الامور التقنيه اللي غادي يعرفها الشارع. الشارع غادي يكونوا فيه 8 ديال لي رون بوين جيراتوار، 8 ديال المدارات، وراهما محددين في اللوحه الاعلانيه ديال المشروع، اللوحه التقنيه. غادي يكونوا ارصفه من جيل جديد، يعني ما غاديش يكونوا مصوبين من الزليج، لان الزليج راكم عارفين المشاكل كثر فيه بزاف، سيتم تعويضها بلو بيتون ديزاكتيفي، بحال الشوارع اللي تداروا دابا حاليا في تماره وتداروا في الرباط. هو داير بحال الشكل ديال الموزايك، وكتحك وكتضرب بالماء بلا بريسيون، يعني تيصبر، سهل في الخدمه ديالو، والمزيان اللي فيه هو انه ما تيتقلعش فاسيلمون، ما تيوقعش فيه داك المشكل ديال بحال تيوقع في الجليج. الارصفه غادي يكونوا سميتو يعني بالعرض ديالهم 3 الامتار على الاقل. وبالنسبه لذاك لو تي بي سي الوسطاني راه غيتحيد، داك الحاجز الوسطاني غيتحيد في خطره، وغادي تزاد المساحه ديالو في الطريق. هذه الحاجه اللي غادي تمكن من الزياده ديال العرض ديال الشارع، بالاضافه الى اناره جديده يعني بلاد. بالنظر للشروحات التقنيه اللي كاينه في المشروع، غادي تكون العرض ديال الطريق ديال لاشوسي اللي تتمشي فيها السيارات 7 الامتار في كل اتجاه، غادي تحيد لو تي بي سي داك الحاجز الوسطاني، وسيتم نقل الاشجار اللي فيه ودوك النباتات، مجموعه من الفضاءات الخضراء اللي كتعرف خصاص. وغادي تكون مسار خاص بالدراجات في الجوانب. دونك هادو اهم الامور اللي غادي يكونوا، وغادي تكون غيكونوا لي زافالوار ديال الماء الشتاء على طول الشارع، باش ما يقعش حتى شي مشكل اللي عنده علاقه يعني بالفيضانات، حتى الاراضي من غادي تدخل تبدا الاشتغال ديالها بالقرب من سميتو من الانسان، باش لتفادي تكرر داك المشكل ديال الفيضانات اللي كانت يطرا كل عام. شارع فريد انصاري، هنا البدايه ديال النزع ديال داك الازاله ديال داك التروطوار الوسطاني تي بي سي. فوالا كتشوف معنا ها الاشغال ديالو بدات. فوالا ها هما الاشغال راه خدامين في شارع فريد الانصاري.